طلبات وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم من جديد. استكمالا لما قدمناه في الحلقات السابقة، هنكمل مع بعض ملامح أو الحضارة الفرعونية، الوحدة الثانية، والدرس الخاص بالحياة الاقتصادية في مصر القديمة. الحياة الاقتصادية في مصر القديمة، أولا الاقتصاد يشمل الزراعة والصناعة والتجارة. الحياة الاقتصادية في مصر القديمة شملت الزراعة وكانت مزدهرة جدا بسبب وجود نهر النيل. كمان الصناعة كانت مزدهرة في مصر القديمة بسبب توافر الثروات المعدنية والثروات الطبيعية في مصر القديمة، إلى جانب التجارة، وكانت مزدهرة بسبب الموقع الجغرافي الممتاز. تعالوا كده نتعرف مع بعض على مكونات الاقتصاد المصري في مصر القديمة. أولا الزراعة. الزراعة كانت الزراعة مهمة جدا بالنسبة للمصري القديم، وده سؤال في غاية الأهمية. ممكن يقول لك بما تفسر ارتبط المصري القديم بالزراعة، أو ما هي أهمية الزراعة عند المصري القديم؟ إيه أهمية الزراعة عند المصري القديم؟ أولا، أيوة أنا سامع طالب بيقول لي أن الزراعة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي. برافو عليك، يبقى كده أن الزراعة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي. كمان هنزود عليها أن الزراعة هي أساس رخاء البلاد. يبقى إيه أهمية الزراعة عند المصري القديم؟ هتقول أن الزراعة هي أساس رخاء البلاد. الزراعة من أهم مصادر الدخل القومي. الزراعة أساس رخاء البلاد ومن أهم مصادر الدخل القومي. الزراعة ناخد ليها عناصر في مصر القديمة. فمثلا هنتكلم عن المحاصيل الزراعية، كان عنده محاصيل زراعية إيه؟ كمان طريقة التخزين اللي كان بيخزن بيها المحاصيل الزراعية والملكية الزراعية. وهل المصري القديم اهتم بتربية الحيوان والصيد؟ وهل الدولة اهتمت بتنمية تحقيق التنمية الزراعية أم لا؟ عندنا أول حاجة المحاصيل الزراعية. تعددت المحاصيل الزراعية عند المصري القديم، ولكن المحاصيل الزراعية لو قال لك سؤال صح أو خطأ مع ذكر السبب، هل حققت المحاصيل الزراعية الاكتفاء الذاتي عند المصري القديم في كل فترات الدولة؟ هتقول له طبعا خطأ، لأن المحاصيل الزراعية حققت الاكتفاء الذاتي بس ما عدا أوقات الفيضان والكوارث. يعني الفترة اللي كان فيها كارثة أو كان فيها الفيضان منخفض أو الفيضان يعني زيادة الفيضان، ده يؤدي إلى غرق الأرض الزراعية ولم يتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. أشهر المحاصيل الزراعية زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، المحاصيل الزراعية عند المصري القديم الحبوب، وكانت زي القمح والشعير. الخضروات زي البصل، الثوم والخس، الألياف كالكتان. عشان كده بنقول ان المصري القديم صنع ملابسه من الكتان، صنع ملابسه من الكتان. وكمان كان عنده اشجار مثمرة زي البلح والعنب والتين، البقول زي العدس والترمس، ونباتات زيتية زي السمسم. يبقى استخرج المصري القديم الزيوت من نبات الايه؟ من نبات السمسم. من اكتر حاجتين مهمتين قوي في المحاصيل الزراعية ان المصري القديم صنع ملابسه من نبات نقاط، من نبات الكتان، وكمان استخرج المصري القديم الزيوت من نبات نقاط، من نبات السمسم. المصري القديم كان بيستخدم الصوامع لتخزين الحبوب، والصوامع ده طبعا مصطلح مهم جدا. يقول لك ما المقصود بالمصطلحات الآتية؟ الصوامع يعني ايه صومعة، او يعني ايه كلمة صوامع؟ الصوامع زي ما حضرتك شايف كده على الشاشة، الصومعة هي مكان لتخزين الغلال، وكانت تبنى على شكل مخروطي له فتحة من اعلى كان بيصعد اليها العامل عن طريق السلم لوضع الغلال، وفتحة من اسفل لاخذ الغلال وقت الحاجة. يبقى صومعة ده شكل مخروطي لها فتحتين، فتحة من اسفل يصعد اليها العامل عن طريق السلم عشان يخزن ويحط الغلال فيها او المحاصيل، وفتحة تانية من اسفل يأخذ الغلال وقت الحاجة. بعد كده عندنا الملكية الزراعية عند المصري القديم. الملكية الزراعية عند المصري القديم كانت ملكية الأرض ملكية عامة. ملكية عامة يعني كل الأراضي الزراعية أيام التاريخ الفرعوني أو في فترة التاريخ الفرعوني كانت ملكا للملك أو الفرعون.
الأرض الزراعية كانت ملك الملك أو الفرعون، وبكده بنقول عليها ملكية عامة. ولكن بالرغم أن الملك كان بيمتلك كل الأراضي الزراعية، ولكن لم تختفي الملكية الخاصة. وده سؤال في غاية الأهمية، يقول لك دلل أو برهن على صحة العبارة لم تنعدم الملكية الخاصة عند المصري القديم. هتقول له لأن الملك كان يمنح بعض الأراضي إلى كبار الموظفين وكبار قادة الجيش. الملك كان ممكن يمنح بعض الأراضي لكبار الموظفين وكبار قادة الجيش، وكمان كان في ملكية الأواف اللي هي خاصة بالإنفاق على المعابد والمقابر. يبقى كده ملكية الأرض عند المصري القديم عامة كانت ملكية عامة، ولكن لم تنعدم الملكية الخاصة. ليه لم تنعدم الملكية الخاصة؟ هتقول له لأن الملك كان يمنح الجنود المخلصين وكبار قادة الجيش وكبار الموظفين أرضا، وبكده لم تنتهي الملكية الخاصة أو لم تختفي الملكية الخاصة. كمان عندنا الدولة كان لها دور مهم جدا في تحقيق التنمية الزراعية. الدولة استطاعت أن هي تنشئ المشروعات الزراعية، إقامة السدود زي السد اللي احنا قلنا عليه، سد اللاهون اللي أنشأه مين؟ أيوة برافو عليكي، أنشأه الملك ابن محات الثالث. كمان استطاعت الدولة زيادة مساحة الأرض الزراعية، وخاصة في عصر الدولة الإيه؟ في عصر الدولة الوسطى اللي هي كنا بنقول عليها عصر الرخاء الاقتصادي. والدولة أنشأت مجموعة من الإدارات لتحقيق التنمية الزراعية. من أشهر هذه الإدارات عندنا إدارة مسح الأراضي، إدارة الري، الإدارة المحلية في الأقاليم، وإدارة الزراعة. إدارة مسح الأراضي، ودي كان خاصة بتحديد مساحات الأراضي وكمان إدخال محاصيل أو تحديد أنواع المحاصيل التي تزرع في هذه الأراضي وتحديد قيمة الضرائب. يبقى إدارة مسح الأراضي خاصة بتحديد مساحات الأراضي، مسح مساحات يبقى تحديد مساحات الأرض، وهي إدارة مسح الأراضي. كمان إدارة الري، ودي خاصة بضبط مياه النيل، يعني بتظبط مية النيل وقياس منسوب نهر النيل عن طريق طبعا مقاييس النيل. كمان الإدارة المحلية في الأقاليم، ودي كان خاصة بترميم وصيانة القنوات والترع في الأقاليم، يعني في المحافظات المختلفة. أما إدارة الزراعة كان خاصة باستثمار الأرض الزراعية وإدخال محاصيل جديدة. وطبعا الدولة كمان أنشأت مجموعة من الإدارات اللي هي لإدارة الأزمات، أوقات الأزمات. ومن أشهر القصص المعروفة في الموضوع ده قصة سيدنا يوسف عليه السلام، اللي هي 7 سنوات عجاف اللي مرت على مصر، وإزاي الإدارة الحازمة اللي هي السليمة اللي واجهت هذه المشكلة. من أشهر المشروعات الزراعية في مصر القديمة مشروع سد اللاهون. مشروع سد اللاهون اللي قلنا عليه اللي أقامه الملك ابن محات الثالث. سد اللاهون فيها سؤالين في غاية الأهمية جدا، يقول لك مثلا أولا بما تفسر أنشأ أو أقام الملك ابن محات الثالث سد اللاهون؟ ليه أقام سد اللاهون؟ هتقول لمنع مياه الفيضان من إغراق الأرض الزراعية، عشان يمنع الفيضان إن هو يغرق الأرض الزراعية. كمان تخزين المياه للاستفادة بها في المشروعات الزراعية، عشان كده سد اللاهون من أعظم المشروعات الزراعية في عهد الملك ابن محات الثالث. طيب أقيم سد اللاهون أو أنشأ الملك ابن محات الثالث سد اللاهون في إقليم نقط؟ هتقول له في إقليم الفيوم عند فتحة اللاهون، وكان حول بحيرة الإغريق كان بيسموها بحيرة موريس زي ما ظهر كده على الشاشة. كمان ما النتائج المترتبة على إنشاء سد اللاهون؟ إنشاء سد اللاهون ترتب عليه أن استطاع الملك ابن محات الثالث زراعة أكثر واستصلاح 27,000 فدان في منطقة الفيوم. كمان أنشأ مدن جديدة حول البحيرة. يبقى استصلاح 27,000 فدان وإنشاء مدن جديدة حول البحيرة، دي أهم نتائج سد اللاهون. بعد كده عندنا تربية الحيوان عند المصري القديم، وهل مارس المصري القديم الصيد؟ فعلا المصري القديم كان عنده اهتمام كبير جدا بالثروة الحيوانية بسبب توافر المراعي الطبيعية في مصر قديما. من أشهر الحيوانات اللي رباها وقام بتربيتها المصري القديم الأبقار، والبقر ده احتل المكانة الأولى عند المصري القديم، لدرجة أن المصري القديم كان يعبد البقرة وسماها حطحور. كمان رب المصري القديم الأغنام والماعز والطيور. اهتمت المرأة المصرية القديمة بتربية الطيور زي البط والأوز والدجاج، وكمان اعتنى المصري القديم بتربية النحل، تربية النحل لاستخراج العسل. طب لو أنا سألت سؤال ما أهمية الثروة
الحيوانية عند المصري القديم. إيه أهمية الثروة الحيوانية عند المصري القديم؟ أيوة، أنا سامع طالب بيقول لي أن الحيوانات عند المصري القديم كانت تساعده في أعمال الزراعة. برافو عليك، فعلا المصري القديم كان يستعين بالحيوانات في أعمال الزراعة مثل المحراث قديما. كمان سامع ابن بيقول لي أن الثروة الحيوانية كان المصري القديم يستفيد من لحومها. برافو عليك، يستفيد من لحومها وجلودها وأصوافها وأوبارها. كمان المصري القديم اهتم بالصيد، فكان عنده ثلاث أنواع من الصيد: صيد البر وصيد الطيور وصيد الأسماك. ده طبعا هنكمله في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.